فوفانا فوفانا دي ليخت مع فوفانا 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 با 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 جول فوفانا مجنون فوفانا مجنون جول ثاني ليودينيزي في الدقيقة 92 يفعلها فوفانا ويبقي يودينيزي يسقط دي ليخت ويسجل هدف ثاني ليودينيزي. يا سلام يا سلام على أحسن ختام لهذه المباراة والثلاثين هذا الموسم والتاسع على التوالي. فرحة شكرا لكم أنتم دوما أوفياء لنا مثلما نحن دوما. بديليخت وأيضا بحارس مرمى يوفنتوس تشيزني يسجل الهدف. عازو أنا ذاك على لقب يوروبا ليج.